في سن الإبداع. تواصلنا مستمر وأشواطنا تتواصل وشاشة دبي ريسنج حاضرة كذلك في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع. خامس أشواط مساء هذا اليوم تعلن انطلاقته وتعطى إشارة البدء قبل قليل للخوض في 6 كيلومترات. أفراح على المركز الأول، أفراح تتصدر المجموعة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع تقود مسار الشوط لها في المركز الثاني وبمعيتها هذه قضاء لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين المركز الثالث، ثالث المراكز، وهذه الشاهينية من هجن العاصفة في المركز الثالث يضمرها اللي هو غياث الهلالي، بينما المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق أزوة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. الصادق بن فضل الأمين يقدم غزوة على المركز الرابع، الخامس والسادس الشاهينية، والشاهينية من هجن العاصفة يقودهم مضمر في هذا المسار غياث الليالي، غياث الهلالي يقدم هجن العاصفة وبشايرها لجماهيرها بإنجازاتها في بداية الموسم ومشاركتها خارج الدولة بهذا الشعار، شعار يهجن العاصفة اللي يبشر جماهير العاصفة ومتابعيها معك يا الهلالي. المركز السابع هذه هملول من هجن الرياسة يضمرها اللي هو الظافر علي بن يمي اللوهيبي، هذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط الحاضرة المنطلقة المندفعة بناموس هذا الشوط وبانطلاقته في إذاعة أصحاب السمو الشيوخ في أمسية هذه الليلة في المرموم مع هذه الانطلاقات. تكمل النداء وعدنا مرة ثانية لنشاهد تبادل المراكز وعلى تنافس الفوز والناموس على النصر والفوز مع متابعة الأخوة المضمرين عمالقة التضمير الحاضرين المستعدين المقدمين كل جهود خصيصا في هذه الأيام في منتصف الموسم في للتطلع على إلى المهرجانات والرموز مع هذه الانطلاق. نسير مع المركز الأول ونعود مع الانطلاق الأول اللي غيرت إلى المقدمة وإلى المركز الأول، هذه اللي قادت الشوط، هذه غزوة على رأس حربة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين يقدم مع هذا الشعار إنجازات ومنافسات جميلة من بداية الموسم حتى هذه اللحظات. المركز الثاني أفراح على ثاني المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع، بينما تأتينا هناك غضا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها أيضا الصادق بن فضل الأمين في عملية التضمير على المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، المركز الخامس أيضا الشاهينية مع العاصفة وهجنها ويضمرها غياث الهلالي، والشاهينية في المركز السادس من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، المركز السابع. المركز السابع في هذه اللحظة هذه هملولة بشعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي وبتنضم مع الست المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة، نعود مرة ثانية نتابع هذا الاستعداد وهذا الملتقى وهذه ما بين المضمرين في هذه المؤسسات ما قبل الختاميات والمهرجانات والسيارات والرموز وكل الجماهير، جماهير هذه الرياضة، رياضتنا العربية الأصيلة الذي يحرص عليها جماهيرها ويتابعونها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خصيصا لهذه المؤسسات، آراهم وترشيحاتهم كثيرة، وهي رياضة الآباء والأجداد تعودنا عليها، دعم خاص لهذه الرياضة من قادة هذا الوطن طال الله في أعمارهم
وابقاهم ذخر لكل رياضاتنا ولهذا الوطن القالي لهذه الانطلاقات مع المراكز الأولى. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى هجن العاصفة اللي تقدم شواهينها في سن الإذاعة، شواهينها في سن الإذاعة، في سن الإبداع الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المركز الأول والثاني. هذه تتدخل غزوة وتنافس، تتبادل المراكز ما بيني شواهين العاصفة على المركز الثاني. غيرت هذه غزوة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الصادق بن فضل الأمين. المركز الرابع، رابع المراكز، وهذه أفراح 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 لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع أيضا، يقدم مشاركاته وتحديات هذه الأمسية وهذا الموسم وفي كل موسم مع هذه الانطلاقة. أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى لوحة الإعلان، إلى لوحة الإعلان في هذا المنطلق، في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، شوف التغيير، غيرنا الثنتين، غيرت اللي هي غزوة واللي هي قضاء، قضاء وغزوة بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق الصادق 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 بن فضل الأمين، صادق في جهوده، صادق في جهوده إلى هذا الموقع، إلى هذا المكان، وتغير إلى المقدمة. غيرت قضاء، قضاء اللي تنطلق بالمركز الأول، قضاء على مقدمة الشوط، هذه قضاء لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان الصادق بن فضل الأمين يقودها، ويقود كذلك هناك غزوة، غزوة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. والمركز الثالث والرابع الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة، يلا جولة الأوامر، يلا يا الهلالي، يلا يا الصادق، يلا وصلكم الظافر، وصلكم بن يمي الأمتار الأخيرة، يلا حرك يا محرك. هذه الأيام وهذا حرك خلاص للتجهيز، حرك خلاص للاستعداد، حرك خلاص لهذه الانطلاقة مع المضمرين اللي يتطلعون إلى الكثير في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة في هذه الانطلاقات. هجن العاصفة، هجن العاصفة تقدم الشاهينية والشاهينية، ولكن غزوة 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 غزت على الناموس والشاهينية العاصفة من الجانب الآخر، غزوة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان. ولكن الشاهينية ولا غزوة؟ غزوة ولا الشاهينية؟ الشاهينية الأمتار الأخيرة، الشاهينية نعم، انتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي للمرة الخامسة على التوالي. هجن العاصفة تقدم هذا الإبداع وهذا الاستعداد الرائع. المركز الثاني، تأتي في المركز الثاني غزوة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان. المركز الثالث هملولة من هجن الرياسة، الرابعة اللي هي قضاء لسمو الشيخ نهيان بن ذياب أو هجن العاصفة، والمركز الخامس لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز. عودتنا مع مخرجنا للتوقيت الزمني على شاشة دبي ريسنج، وهذا التوقيت الزمني 9:16 وجزئين من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة. تهانينا والناموس بقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثاني قدمت غزوة كذلك، منافسات جميلة وتحدي رائع، قطعت المسافة 9:16 6 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الأمين كذلك قادها في التضمير. بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث هملولة قطعت المسافة في 9:20 6 من الثانية، حملت شعار هجن الرياسة الحمر بقيادة الظافر علي بن يمي اللوهيبي. تهانينا للجميع.